متأخرا وفاز بالدوري فريق المجد فليتقدم. ممر الشرفي لفريق الفائز بدوري دوسي النسخة الأولى فريق مجد بهبط شر جديد اللي فاز 3-1 على فريق السلطان. نطلب السيد احمد صوفا رئيس جمعيه اجيال بتقدم لتقديم جائزه الدرع التذكاري لفريق المجد. هذا الدرع هو عباره عن اطار خشبي في صوره فريق المجد. صح زهير سمحوا لنا اخوتي صافا